بابا بابا تركم 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 يا بليد الفرح. كيف حالكم؟ خبو يا حي سهلة ثم بسمو ها ارتديت بيها هم كمون هي امي بلوكي بلوكي وهيت سعيد وهيت ينصركم يبعل يحفظكم ويحفظ شي تبذ هاي بنت هاي العارفي هاي اللب وطحنون عطيني البيتين على السريع في الديك يا ذلك تاريخ ماضي وحاضر حاضر نظام يهمير وذوق حالي هلي جيناك من سمحان لا غرب ساقر ايوه جيناك من سمحان لا غرب ساقر ما دام الموروث من راس مالي مالي عطيني اياها بالله لك تاريخ ماضي وحاضر ايوه نظام يا موروثه موروثه حالي جيناك من سمحان لا غرب ساقر ما دام لها الموروثه من راس مالي ثمن راس من يا الله يو يو يا حي ينصر دينك افداك بسم الله بسم الله اللهم لا حسد يا اخوي على الجابر لا اله الا الله محمد رسول الله ترنت عالم هذه الضجه مو بلاش اذا انت في ظفار او في مسقط تدور مطعم تتغدى في غداء تتعشى في عشاء يا أخي سيف هذا الاسم في بالك هات يا العيوش يا القبولي يا المندي ويا السيفود ويا المكبوس وإن بغيت العشاء الفهيتة الشاورما القوية في ظفار أقول لك توكل على الله وخذ نشوف الناس العالم اللي متكدس عليه مو من فراغ تعال رويك إيش عنده حبيبي ما تحصل ها حد هنا حد هنا حد هنا والعوائل مكدسة هنا وعاملين أيضا جلسة خارجية العيون صدق مطعم السر يكمن هنا في المختبر أريدك تشوف نظافة المطبخ والعمال كيف يشتغلون مساكم الله بالخير أبو ها قدامك الدجاج على الفحم البرجر على الفحم والكباب على الفحم والشغل الشغل 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 علمني يا معلم أنت اللي باشا الله يعطيك صحة والعافية طبعا الشاورما الشامية الأصلية بتذوقها في أرض اللبان إن بغيت دجاج وإن بغيت اللحم هنا هنا الشغل هنا يعيش بحضرم يعيش هذا السي فود قدامكم السطل وإن بغيت الصوص حركني الصوص حرك يا حيني وإن بغيت مرق اللحم تبارك الله هنا في أرض اللبان شوفوا من بيضرب معي بالخمس بنضرب بالخمس انا والحبيب نايف الحين بيجي نقول يا حي سهل يا حي سهل ابو الضجه في المطعم كلها على القبولي والسيفو في ذمتك ايش رايك بالريحه ها الخنين الخنين طبعا سطل السيفود وهذا القبولي اخواني القبولي 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 ها قدامكم لذيذ بمعنى الكلمه رش عليها من الصوص الحار هذا عسلت ايه سلويات يبو الف مرة اقول لك وعيد عليك بالقبول عشاق السيفود ها قدامكم الحبار الذرة وان بغيت المحار وسمك الفيليه قدامكم اللذيذ 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 من ارض اللبان
أترجعك أطلب منهم فهيتة لحم على مسؤوليتي أنا مبرك فهيتة لحم فهيتة لحم عندهم الكباب بانواع عندهم الشاورما بانواع عندهم البرجر بانواع فهيتا لحم ابو صب وصب مساكم الله بالخير الله يعطيكم العافيه اعطينا رايك عن المطعم من بالله اليوم هيك هذيش هذا هذا صبان لحم والرز قبولي قبولي صحة وعافية على قلبك الله يعافيك الله يعطيكم العافية زيدهم صحن لحم لنو طاشمي صحة وعافية سألني ايش تطلب اذا جيت عندهم ارجوك اطلب القبولي واطلب الفهيتة اكلهم كله حلو لكن تجننت انا على القبولي وعلى الفهيتة من ارض اللبان وين موقعهم في صلالة شارع تيمور بجنب سيتي مول بالضبط وموجود عندهم في الموالح وعندهم ايضا في بوشر في مسقط بحط لكم ارقامهم